غضب شعبي في واسط وعدد من المحافظات في العراق، والخصم هي الحكومة ومن خلفها أحزاب السلطة الفاسدة التي يقول المتظاهرون إنها تحرص على إيذاء الشعب في قوت يومه وفي حرياته وفي أمنه. في ساحة العامل بمدينة الكوت احتشدت جموع غفيرة من مختلف مدن محافظة واسط منددين بسياسة العقاب الجماعي وتكميم الأفواه التي تقوم بها السلطات الأمنية ضد الشباب العزل بسبب آرائهم، ومن بينها الحكم بإعدام 4 متظاهرين من مدينة العزيزية العام الماضي بتهمة قتل نقيب في الشرطة أثناء تفجير محطة الكهرباء في المدينة. طالب السيد فاق زيدان بأن ينظر إلى هؤلاء الشباب الأربعة الذين وطأوا تحت التعذيب بالاعترافات على ورقة بيضاء، وأكثر واحد عمره 20 سنة. كل المقربين من شباب واسط المعتقلين وآخرون من الدوائر القضائية في المحافظة يؤكدون عدم وجود ما يثبت علاقة المعتقلين الأربعة بهذا الهجوم، وأن هذه التهمة لفقت من قبل إحدى الميليشيات. التركيز على قضية المتظاهرين الذين حكموا ظلما بقضية رتبت لهم بتعذيبهم. أنصاف أخواننا المتظاهرين حكموا ظلما وجورا وعادة النظر بقضيتهم. طبعا هاي رسالة أوجهها للقوى السياسية بصورة عامة، أقسم بالله نصيحة أنصحكم، بداية ثورة الجياع قادمة، وأنا أشوف هذا النظام ينهار على إيد الشعب. جهود الدفاع عن الشباب المعتقلين بهدف الإفراج عنهم التي تبناها محامون من النجف قوبلت بإطلاق النار عليهم من قبل قوة أمنية في سيطرة الدورة لدى وصول المحامين إلى بغداد وفقا لمصادر محلية، ليعطي ذلك الاعتداء صورة أخرى لحالة الفوضى وغياب القانون وضياع الحقوق في العراق.